ما معنى أدعو إلى الله؟ أي أدعو إلى توحيده وإلى الإيمان به والتزام شريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى الآية أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وسبيله هو الدعوة إلى التوحيد، ده طريق الرسول يا أخوان. يبقى بهذا المعنى الصحيح لهذه الآية تخرج جماعات وأحزاب من منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن طريقه ومن سنته. أي جماعة أو حزب، مع أنه الأحزاب ذاتها والجماعات باطلة، لكن لو تجاوزنا هذا الأمر، أي جماعة أو أي حزب لم يجعل أساس وأصل طريقته الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله فهي جماعة باطلة وطريقتها خاطئة لأنها على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي إلى توحيد الله. والمقصود بالدعوة إلى توحيد الله الدعوة إلى التوحيد كاملا بكل أقسامه وأنواعه، مع التركيز على ما ركز عليه الرسل والأنبياء، وهو ركزوا على شنو؟ البلة ركزوا على شنو؟ لا، في التوحيد ركزوا على يتو توحيد العبادة، أحسنتم، توحيد الألوهية. في جماعات الآن بيدعوا بيتكلموا بالتوحيد لكن دعوتهم باطلة مثلا، وكل جماعات والأحزاب دي كلها باطلة، لكن مثال جماعة الدعوة والتبليغ أو الخروج بيسموهما في سبيل الله، وليس في سبيل الله، هو في سبيل الشيطان، لأن طريقته ما طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نجوا ذات ويتكلموا للناس في التوحيد لا يتناولون إلا جزءا من توحيد الربوبية، ولا يتكلموا في أي جزء ولو بعض من توحيد الألوهية ولا الأسماء ولا الصفات. بقيف تقول لا مولاي يتكلم في التوحيد، يقول لك خلاص، إن الله خلق التراب وخلق السماء وخلق الواطة وخلق الإنس وخلق الجن وخلق الشجر والدواب، ودار يخرج معانا 40 يوم يرفع يده ما بيزور رفع، خلاص 30 يوم ما بيزور رفع، 13 ساعة يوم. دي دعوة باطلة يا أخوان، لأنه أبو جهل ذاته كان يعرف أنه الله خلق التراب والسماء والواطة والحجر والشجر، دي أبو جهل منجضة. دعوة جماعة التبليغ أبو جهل منجضة، ودعوة جماعة التبليغ أبو لهب منجضة تمام. الله قال كده في القرآن، قال عن الكفار والمشركين ناس أبو جهل وأبو لهب: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، لو سألت المشركين قلت لهم الخالق منه وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ديل المشركين زادهم بقول لك الله الخالق، يبقى ديل ما عملوا حاجة أصلا، وهم فاهمين، ما تظن إنهم هم جهلة، هم فاهمين إنه توحيد الألوهية ده هو الركز عليه الرسول، لكن من خبثهم ودهاؤهم قالوا الكلام في الألوهية، وتقول للناس ما تعبدوا البرعي وما تستغيثوا بالكباشي ولا تستغيثوا بود بدر ولا تستغيثوا بود حسونة، اللي هو ده توحيد الألوهية ركزوا عليه الرسل يهودا. قالوا لو اتكلمنا في ذا فنكون اتكلمنا في أمراض الأمة، وهم أكثر ناس مرض في الأمة هم ذاتهم. قالوا الكلام في أمراض الأمة ده من صفات أهل الفكر، أنا بجيب لك كلامهم بالنص، أهل الفكر ده المنو؟ قالوا ده الوهابية، بيسموهم أهل الفكر لنا نحن يعني، وما علموا إنه الدعوة اللي هم بيسموها وهابية زورا وبهتانا هي دي دعوة الرسل. ربنا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الجماعة الثانية والحزب المنحرف الثاني كمثال جماعة الأخوان المسلمين، وباب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله ده بالذات ده أكثر باب في كتاب التوحيد كلها بيكشف الجماعات والأحزاب، الباب ده، لأنه ده بيتكلم عن الدعوة، دعوة الحق، دعوة التوحيد، وعن الدعوات الباطلة. الباب ده من عنوانه فوق باب الدعاء
إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إلى التوحيد. ده بيكشف الجماعات دي كلها، هي جماعة الإخوان المسلمين. قالوا الكلام في التوحيد ده ذاته يفرق الناس، زي ما قال عصام البروفيسور عصام أحمد البشير رئيس مجمع الفقه الإسلامي في عهد البشير سابقا، قال الكلام في الشرك وفي التوحيد والنهي عن الشرك ده بيفرق الأمة. عشان كده طوالي جابوا الكيزان في برنامج في التلفزيون، وهو أفشل برنامج شهده تلفزيون السودان على الإطلاق فيما أعلم، اسمه برنامج الأمة الوسط، ملخبة الدين كله، أي حاجة حرمها الله في الكتاب من الشرك بالله حلل للناس، ذو المجرم ذو الخبيث. هذه الجماعة المنحرفة جماعة الأخوان المسلمين جعلت دين الإسلام كله ودعوة الرسل كلها جعلتها في مسألة واحدة، وهي الوصول إلى كرسي السلطة، وأسموا ذلك بتوحيد الحاكمية. توحيد كله خلوه، قالوا توحيد الحاكمية عند جماعة الأخوان المسلمين. توحيد الحاكمية أنك تصل لشنو يا جماعة؟ لكرسي السلطة، تقتل تنهب تحرق تفتن بين القبائل في السودان، تعمل حرب أهلية عشان تصل لكرسي السلطة. لو سألتهم يقول لك ده التوحيد، توحيد شنو اسمه؟ يقول لك اسمه توحيد الحاكمية. وكفروا بسبب الناس، جابوا آيات كما قال السلف الصالح عن سلف الإخوان المسلمين الطالح اللي هم الخوارج، جابوا آيات نزلت في اليهود وفي النصارى وفي الكفار فجعلوها في المسلمين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، وكفروا بها الأمة المحمدية. فخرجت من رحم هذه الجماعة، أعني جماعة الإخوان المسلمين، خرجت جماعات التكفير والهجرة وجماعة داعش وجماعة النصرة وتنظيم القاعدة بتاع بن لادن قبحه الله، طلعت الجماعات دي وكفرت المجتمع وقتلت المسلمين في المساجد وفي بلدان المسلمين، وسلم من شرهم اليهود والنصارى والأمريكان، قتلوا المسلمين وفجروا المسلمين بسبب قالوا ده اسمه توحيد الحاكمية، وقالوا ده القسم الرابع من أقسام التوحيد الثلاثة، وده كذب وضلال. التوحيد عنده ثلاثة أقسام ما أربعة. أي واحد يلاقيك في فيسبوك، يلاقيك في تويتر، يلاقيك في واتساب، في غيره، يلاقيك في الشارع، في منبر، في الجامع، يقول لك القسم الرابع توحيد الحاكمية، أعرف أنه ده إخواني من جماعة الأخوان المسلمين، وإنه رجل ضال خالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في حاجة اسمها توحيد الحاكمية، إنه قسم رابع من أقسام التوحيد، الكلام ده باطل، ما في. أقسام التوحيد العلماء كلهم بالإجماع قالوا ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما الحاكمية هي جزء من الربوبية وجزء من الألوهية ومن الأسماء والصفات، لكن ما قسم رابع من أقسام التوحيد.